كبر انت حط في بالك انك الشخص هذا بتعرفه بعدين الاعداد ورجعت بتعرفه بعدين تكفى جواب تدرون عيال كلكم ما تقبلتكم بسولف نفس الشيء هم خلاص يلا اعطيني قال الشيء صح يا محمد طاهر هي طاهر اصبر عشان يا رشيد عشان هنا جنت الرجال باقي ما تكلمنا عن طاهر بس بتكلم بروح انا عندي تسجيل يلا جلدي ايش اسمك طاهر اول ما شفتك من نظرتك لي قلت هذا يكرهني كذا لان اذا مريت كان غرفته مكان غرفتي اذا مريت ينظر فيه كذا ايش فيه انا مستغرب اقول اياه انا سولف نظراتي جديده وانا اتكلم نظراتي لي مثلا قلت شيء مضحك ما يضحك انا نظراتي كذا قلت اما يلا عبد الله راح يجيب ذي ويجي قلت اما الرجال ذا يكرهني ولا حاقد ولا اثاري عندك الظاهر عندك تحليل الشخصيات قاعد تحلل الشخصيات لا لازم انا اشوف اول شيء ايه تحلل ثلاث اربع ايام بعدين والله العظيم مو بان اللي بادرت هو اللي بادر هو يعني بين محبته وبين فعرفت ان قلبه كميه الحمد لله حب فاننا محظوظين بشخص من عمان مثلك احنا محظوظين بننقبل معنا متسابق من عمان طيب مدح والله ما اعرف ارد اشكر اليوم اللي انت قررت تشارك فيه في البرنامج حبيب قلبي انت اشكر اليوم اللي اشكر اليوم اللي عرفني عليك واشكر برنامج الواقع اللي عرفني عليك الله يسلمك اتكلم انا بتكلم ايه اقول ابدا بتكلم عنك يا شيء اول شخص دخل قلبي والله العظيم نكرهك واول شخص كلمته انا ما تكلمت معي شخص ثاني رشيد اسبوعين على جيت عنده حصلت متوتر قالك ما تعود والله هذا اللي بمخي اي والله تلاقي يا اخي شفت متوتر يلا متوتر انا بسجل راح يا رجال شوف متوتر انا ما اعرف المفروض اني اتوتر انا اسولف معك الظاهر انت خليك اي لا جا وقتك لا جا وقتك اما ابو محمد لما شفته ما ترد علي حلو قلت هذا قلت هذا شايف النفس تذكرت هذاك اللي الشاعر يقول شوي طلعت حمار ايه فوق راسه يلا غبي يلا يلا لكن اكتشفته في اول يوم في المقابل لما جيني يوم الجمعه اكتشفت الشخص ان هذا الشخص يلا بسم الله دخل قلبي على طول والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مجمدي راي عن رشيد ايمن شفته اول ما شفت ايمن انا مثلك ايوه انا اول ما شفت ايمن شوي شفته ايش فاكره نص تقبل مرة لفيت معك ومرة ما لفيت معك قلت لا هذا دمه ثقيل ومرة قلت لا هذا بالعكس جوه بيطابق جوي وذا ضحك ومرة في المقابل هذا يوم أشوفك تكلم ومرة أقول لا دمه ثقيل مرة وما عرفتك يوم أكدت إن دمك صح دمك ثقيل صح لا ما في دمه ثقيل طلعت خفيف على جوي يوم صورتك وإحنا ظاهرين خابر السناب صور السنابات أنت أنا صور السناب ولا هو رأيي أمشي كذا قال عدل حذيانك انا امشي والله ما اذكر هذا امشي وحذيان والحبال دي مفكوكه وعثر وانا اصور قال عدل حذيانك يقولها طقطقه وحتى في يديك ما ادري وش طلع في التصوير ما اذكر الا والله تذكرها يا بعد الباب اخر شيء الا يذكرها بالغصب يعني ما يذكر يا اخو خلص ايمن الحين سعد الطويل ما عرفته الا يوم دخلنا البرنامج ما قبلت الا في الخمسين سمعت صح اشوفه في الجروب اشوف يوم يتكلم في جروب سعد طويل وزواج سعد طويل قلت له انا مذا اشتغل الله وش ترى الرجال اللي بيعرس بيجي عرسه كذا اقول ايش فخم ذا اللي بيجي ولد كذا زواج يجي العنب بالفل عيال بغيت احضر زواج لكن حصلني ظرف والله اكسر عظمه ما كذب والله انا كذاب ها ويقول اللي بيحضر قلت ويع سلامات احضر زواج واحد وانا ما اعرفه باقي ما عرفته عشان دخل معي في جروب اروح لزواجه صعبه وفعلا يوم شفته بعد كذا يوم دخلنا هنا هنا خربني جبر هنا يوم دخلنا في نصلى اول يوم ايه انا هذيك يوم شفته تقبلته في وجهي مقبول اما عزوز هو اول واحد سالت معه عقب الشناط اول ما دخلنا الشناط انا ما قابلته الا ذاك اليوم ما عرفته لا في جروب ولا ما قابلته الا يوم دخلنا البرنامج شيء دخل معي وسولف علي قلت ايه ذا ثقيل دم ويسولف وما ادري وش وانا وما ادري شو بيتنا هنا قلت اوف ايوه هو يسولف قلت يا ليل ذا ثقيل دم يريدي وطلع سبحان الله عكس 100% طلع فكاهي ورجال ايش بساعدك جابر المداريه كنت اشوفه في الجوالات يوم جينا القبول 50 جاب شو اسمه دريت لا متى شفته؟ ينزلون مقاطع اشوف انه ينزلون مقاطع في التوك توك انه جاوب اشوف يوم شفته في الجوال قلت ليكون ذا معي
لا يكون يا الله يا رب احنا ما نقبل سوا. شفته في الجوال يا رب احنا ما نقبل سوا. ليه ما تقبلته؟ قلت ذا متقطر اس جاء بيفقع كبدي في ذا البرنامج. وكل ما رحت كذا والمشكله يطلع لي كل شوي في الكسب الاور هذا هو جايز شنبي. قلت لا لا جايز شنبي اخر شيء هذا اخر شيء كذا. والمهم يوم قابلته في الخمسين يوم شفته فيس تو فيس تقبلته. انت في الخمسين تقول ترى انت قبلت الشخص ذا ايه حبيت فزعلي في شيء ما ادري وش قلت له اللي حبيت سبحه سوالف مدري سبحه. هو قال لك بالروي عطنا سالفه وانا كان في يدي سبحه. قلت السوالف مدري سبحه تجيك مع الوقت مو بشرط يجيبها هي. وانا اعطيك فرصه قلت ترى اني تقبلت الشخص ذا. عقبها تقبلت عقب ذي السالفه. يعني ما تقبلتني في الخمسين؟ في الخمسين عصبك لا في الخمسين بس كذا خليت ما كنا نعرف انا اربع كذا تقبلت قلت لا معلش كيف تقبلك من اول يوم؟ متى عرفت جبر زين في البرنامج يوم كم؟ بس من الاسئله خلاص برنامج يدخل برنامج نظريه الاولى برنامج في البرنامج في اليوم لا والله من اول جنتل من ثاني جنتل في اشياء انت اخذت اول يومين تراك صومت سامي يا جنت لا تكلم تكلم لك تضحك وشوف ضحكتك اضحك من ضحكتك استانس على ضحكتك وتقبلت الله يقبلك. اما بالنسبه لطاهر ما تقبلتني على طول لا والله الا بتقبلك جاري وتكي وشايفني في الخمسين جالس ولا ادري ايش اقول وبث مباشر اول مره اطلع لحالك جالسين هنا كان يصبنا قهوه ماجد النفيع الله يذكره بالخير اوكي ومتكين وما ادري ايش شافني اذا بتوتر يمسكني يدي لا توتر شيك ما ادري ايش يقول لا توتر لا ينصحني والله بتبدع ما ادري ايش عقبها قبلته هو مقبول بس انها انت ترى بالرؤيه قلت لعلم الفله صديق من عمان قلت قلت له فله عمان صديق انت ترى بالرؤيه قام ياخذ ويعطي معك وقام كثرت الاسترسال معك انت راح توتر منك ايه راح توتر منك تتسول انا كنت بتوتر ليه قال رشيد بن طحوس بعدها ما توترت راح توتر مني ولا كان دابعني تويتر تاع اول بقى. اما تركي غويزي ما عرفته ناسي اول يوم شفت يوم جيني اول يوم في ال 24 يوم دخلوني ياخذوا الشناط كان تركيزي على اشخاص معينين انا من ضمنهم انت من ضمنهم وفي ناس كذا اللي كنت يعني اتوقع اللي هو ذا ونواف عقاب و تقول ذول بيصلحون لي ولا كيف؟ لا تركيزي كان عليهم كيف تحل شخصيته؟ اشوف احل شخصيته اشوف هو كذا ولا جريم صارير جريم الصراحه ما تقبلته نهائيا كان مزعجنا في الجروب حق الواتساب ندخل عيال وجروب في السناب قلت ايش ذا بيفقع كبود طلع سبحان الله يا رب هبل ارحمت يوم جاء دوري ينقز الجريم هذا اللي ما يبي يمدح ما بيك تمدح دقيقه ما خلصتك ما خلصتك تركي فما كان تركيزي عليه في بداية البرنامج بس يوم شفته كذا صار بقوم بصحى الشباب وكذا دريت انه ما تأقلم في الموضوع بداية البرنامج ودريت انه عقب يوم جلست اسولف معه هدية من عندي انا كنت فوق وامر عليهم اجي اسمع اسولف معه اسولف معه عقبها تقبلته وعرفته والاول اشوفه لا طبيعي في انسان ما يتقبل شخص من اول نظرة مخلد ما كان تركيز يعني من هو مخلد صح شفته قلت هذا بيجي له اثر في هذا البرنامج شفته قلت انه بيحط له بصمه في هذا البرنامج دريت انه بيكون المميزي الله يسعدك ابو طاحوس اي والله وطلع فعلا مميز كم عطنا كذا خلني انبسط وشكيت اني بتفاخر وياه اشوفه قلت هذا اي انا في راسي قلت هذا ماني متضارب معه بحاول اني الف منه يذبحني التهاوش انا وياه. اما عبد الله الحافي صح كان بيني وبينه تعود طول عندي شوف عطنا اشياء والله يا مخلد خلصت بلا تكفى سبتك شفت خانة التعبير ما اقدر والله يا مخلد انها الصدق قول لا تصف المشاعر لا اول شيء انك قبلتك اول ما شفت قبلتك ما قلت انه كذا او حسكيت انك في كبر او انك بتصير خبيث او دريت انك كذا كل الناس مقبولين عندك على طريق النداء يعني كل شيء مقبولين عندك اختصر اما عبد الله الحافي لا لا خلاص لا تقول عبد الله خلاص خلاص اما عبد الله الحافي لا تقول عبد الله الحافي ولا خلها بكره خلها بكره عبد الله الحافي صح كان بيني وبينه تواصل لا ما بتواصل
سولفت انا وياه يوم الخمسين وخذيت وعطيت معه وكذا وشفته وشوف رجال مجتهد وفي الشعر وكذا. ومحمد ندري سعد طوي سعد تعال محتاجك ضروري محتاجك رجل. ايه كمل انا بروح معهم ترى عندي طبقه حلوه. وين تروح معهم؟ طبقه الصوت لا والله قال بيدي عليه لقيته شو اسمه المهندس حق الصوت فارس. وش اسمه؟ فارس. فارس شو يقول؟ يقول اشوفك انت وجبر ورشيد. انت وجبر ورشيد؟ ايه انت وجبر ورشيد ونواف. انت لا انا ما ونواف ما تقبلتكم لحد ها؟ ما تقبلت احد لحد والله يقول ما تقبلت احد الان. افترضت انه يوم كذا وكان معي في الخمسين اول مقابله يوم قلت قصيده قلت ذا بس بكسر الدنيا بذا القصيد وفعلا طلع شاعر يوم قال خلف هذا الخالي يقول ذا كارثه وطلع كارثه هلا قلت قالها في الخمسين. لا والله جبت طاري خلف جاب ابيات جبت طاري خلف لا قالها بالرويه قال ما ادري انا من الطاري خلف ايه تبعد 50 اما اجي صح تكفى قولها تسجي ما تسجي صوت نجيك كلنا عائلي ترى ما يصلح ما يصلح عاد باقي انا خلصت الطاحوس لا 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 احلم احلم لا تخليها بخاطري احذف احذفها حسبنا الله على عدوك الله يقطعك انت وخاطرك حصانه ما نقدر اسبوع يجيهم انت لازم ترى منهم واحد اسمه تركي لا قزرها كل شيء رشيد سولف مع لعبة الموين هاي سولف معها كلكم تسجيل فلوس سولف وانت يا زمزميه هو اول ما شفت اسمه تقبلتس شفت انت يا زمزميه ذي؟ امسك البث 10 دقائق وحدك وتعلم 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق تمسك البث انا اختي الشباب 5 دقائق يا جماعه زين امسك البث الامر امر مني سامع انطاع يلا السلام عليكم. والمهم انت يا زمزميه ذيك اول ما شفت اسمه تقبلتس نهائيا ما تقبلتس الا يوم خذيت كوب شاي منس تقبلت القبول الك ها وين محتوى جيد ايه ابشر يلا المهم وش ها والله البلشه يلي سؤال فاجد العلوم ماجده شادين مرة شادين ايه بعطيكم سالفة لا ما يبدي ذي تصرح مع واحد ياخذ يعطي معي تعال افزعلي جعل ابوك الجنة تعال افزعلي وين طاهر ليه هنا 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 والله رحت عندي موضوع طردوك من التسجيل طاهر 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 جالي قال امسك البث 10 دقائق اقاب عليه تقول ابو طاحوس انا تصدق اني مثل ما قلت قبل شوي اني ما تقبلتك مو ما تقبلتك احس انك متصنع الفكاهي بس يود ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت صدره فانت تدرس دراسه ولا ايش؟ ايش هي؟ الفكاهي ذي الحمد لله دراسه اي ما هي بدراسه الحمد لله شوف تدري اسمع قبل بغيت انا جبر يمكن الوحيد اذا ارتحت لشخص ارتحت له مره ما عاد ارتب كلامي معه يمكنك لاحظتها انا شخص وسخ خبيث تعال ايش سوى؟ تعال اجلسني انا اقول له يا طاهر انا يا جبر اذا ارتحت لشخص يعني ارتحت له خلاص دريت ان الشخص هذا يا حبيبي الله يحبك يا طاهر لب ولا قلب كل الجنتلين خاصة رشيد وجبر صح رشيد وجبر الله يرضى قدرك يا طاهر لب قلبك يا طاهر ترى كنا نتكلم يستحي على طول كنا نتكلم في طاهر لا والله
اقول لك انا والله تكلموا هنا؟ لا والله ما تكلمنا. الا يوم يقول العمل. انا ما ادري انتم مثلي ولا، لما ارتحت الشخص ما عاد ما عاد استخدم معه اسلوب رسمي مره، حتى في الكلام وانا اتكلم معه اهبد بالكلام. من حبك سبك. والله العظيم اني حتى اقول له كلام استحي اني اقوله لاحد ثاني. مثل رشيد، رشيد يمكن الشخص اللي حتى انت بعد طاهر ممكن تحت الهواء، بس فوق الهواء بعض الاحيان امسك نفسي عنك عشان ما هذا الوقت تستانس تحت البث. اي بس تحت البث يمكن هذا فوق البث تحت البث ما عندي مشكله. اهبد اسوي اللي معه اسوي لين خلاص شخص عرف شخصيته، عرفت متى يكون مروق ومتى يكون ما له نفس. ارحب. لا تدروني قد وسوست. وسوست بوش؟ والله قد وسوست. ليه؟ قد خذيت ما غارب السنة، والله ما بسنة، أقل من سنة موسوس من هذه الحياة. ميئس منها؟ لا ما هو ميئس، موسوس. كيف موسوس ايش؟ مرض. أول شيء سبب المرض المعدة. إيه جرثومة. الجرثومة؟ لا ما هي جرثومة، ما هي جرثومة. قولون؟ إي قولون. سبحان الله وجع البطن مرتبط بالعقل، ويوم مرت بذا خلاص اشوف ان كان كذا كل شوي بيفتح الباب ماني مرتاح في ذي السالفه، ولا بقولها بعدين ذي السالفه. قولها 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 قطره. ف مرت اجين لو سمحت توني بادي السالفه. يقول جاله سنه هو موسوس. ايوه مرضت في المعده عندي قالون اخ ما عملها. المهم لا والله كلام جدي، خلوني اتكلم شوي، خلوني استرسل في الكلام. ترى بسويها ثاني مره عشان اتاكد. هلا يا جدي. المهم كان السبب هذا البطل، السبب المعده. وش كان يحس به رشيد؟ وش كان يحس به؟ احس ان فلان بيجي يذبحني. فكر بالموت. احس اني نزلت مع ذا الدرج بطيح وبموت. تحس كل شيء سريع وكل شيء هذه، احس ان الدنيا ما عاد فيها خير. لا احس ما عاد فيها امان. لكن تحس اذا شليت، اذا ركبت سياره، اذا شليت الغاشه كذا تحس كل شيء سريع. لا خلي السرعه دي. لا احس جاني جبر قال ركبت معه، قلت بس بنصدم بيصير حادث. جبر بيدعم وقف احول. اوف اوف صرت لا اله الا الله، ما اكلم احد، صرت الجوال ما امسكه. الدنيا ذي ما عاد اشوفها شيء خلاص. مده كم؟ طولت سنه؟ طولت لا ما هي بسنه، كنت 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 لا بس انها قويه، بس انها تخف وتزول، تخف كذا مره كويس مره. لكن ما تاكل صح؟ ما تحب الاكل؟ لا الاكل اللي جاني اكل قلت بس هذا الاكل فيه في شيء، فيه سم، فيه كذا، فيه لا هذا كنت مسوس لا شيء. قلت هذا يوجعني في بطني في قالون، ما شيء مريت فيه، حتى اللي يدريك اني اشك في اخواني واشك في مرحله هذه كلها من المعده. ايه كلها من المعده من قالون. الماء الغولون، الغولون تعالجت ما هي الغولون والبكتيريا. علاج القالون هذه نفسيا فيه قيلون شيء نفسي. شفت انا نفسيا مثلا انا الرجال استانس في المكان الفلاني، استانس فيها، اروح للمكان الفلاني استانس، تشوف الشيء الطبيعي 100%، لا الم في البطن، لا يوسوس، لا مرتاح. ولا رحت من ذا المكان رجعت نفسيه ورجعت كل شيء في الدعوه على النفسيه، مزاجي يعني عدت عقب معنا. طيب معني مثال، يعني انا اللي فهمته منك انك مثلا شيء ارتاح مثلا في اللوكيشن ذا وجبروك انك تروح اللوكيشن الثاني. ايوه اتعب كذا تتعب نفسيا. هي الدعوه على النفسيه. كنت وش فيه؟ كان في فتره كنت يعني اروح للبر، كنت انا داوم في الحسن في معهد الجبيل تقريبا، ونفسي في الدوام الجبيل. كنت يعني لو رحت البر تشوف رشيد طبيعي 100% مستانس، وتقول ما في شيء ياكل ولا في شيء. ولا رحت مثلا لا جاء قرب الدوام تعبت، لا جاء وجيت في الجبيل وكذا تعبت نفسيا، تشوفني انقلب
اقلب مليون درجه امر ذي ولد المعده توجعني كذا يا ولد عانيت معناه في اخر الدراسه هي كانت في اخر الدراسه كملتها كملت الدراسه بس طيب وش السبب اللي خلاها تروح اداوم يوم افك اربع ايام كيف حتى تشافيت منها تشافيت نفسيا بدون اي شيء بدون علاج بدون علاج نفسيا خلاص دريت تأقلمت اني ارشيت اتوسوس لا لا جلست يعني وسويت اول كنت اجلس لحالي اجلس لحالي مثلا على فراشي ولا اجلس كذا وافكر افكر افكر هذا غلط انك كنت تجلس لحالك وتفكر تزيد الوجع وجع وتزيد المرض مرض وسويت صرت اروح الاجتماعات اشوف ايش اللي يونس الشيت هذا ابليس اللي قال لك نقطه ضعف يدخل على طول ايه لا جلست لحالي خلاص لا ولا امشي في السياره لحالي توسوس وسوس افكر يا اخوي افكر فيش يقول جالي سنه وسوست فيها اي فيش وش اللي وسوس وسوس مثلا اشوف كعزيز رباح مسني كذا قلت ذا بيذبحني اي والله قد تقدم لي اكل هذا مسموم انزل مع عدد درجه لا نزلت مع عدد درجه اموت لا ركبت على السيارة لا بدعم حتى شكيت بعد اخواني زي كذا اي والله مرض هذا علشتها نفسيا ولا علشتها بطبيب ولا زي لا طبيب اجي دكاتره يعطوني حق المعده سلوكي او دوائي كيف سلوك يعني انك انت علشتها من نفسك انا علشتها من نفسي في نفسي عرفت ما اكلت علاجات ولا شيء نفسي لا علاجات نفسي كنت اكلها اكل علاجات حقت اللي القالون بس انا عرفت نفسي صرت امسك نفسي عرفت اني لا جيت في هذه المنطقه بزعل وش اللي يخليني افكر وش اللي يخليني امرض وش اللي يخليني مثلا لا حسيتني بوسوس حسيتني بفكر غيرت المكان لا غيرت المكان ولا اروح امشي ولا اروح اجتماع اسولف اضحك اعطيهم سالفه ابدا اضحك ابدا اما كاني بركته واستسلمت للتفكير خلاص اضمن اسبوعين ثلاث اسابيع مريض اذا جلست زاد طيب بله اذا مرت عليك هذه مشكله ترى شيء كبير اللي مر فيه يا ولد شيء اقسم بالله تجربه هذه شيء يا ولد ايش فيك تدري ان بعض الاشياء هذه تؤدي للانتحار يا ولد اقول لك شيء نفسيا صفر اللي يدريك اشك ان احد يذبحني احد كذا اني بموت اني خلاص يا ولد اشياء افكر فيها ومرات اشك في سرطان اوه يلا اغلب اللي يجيهم كانوا اقسم بالله العظيم انك صارت قريب لي انا بالحين قريب لي مرات جدا مستشفيات خاصه اكثر من 40 ألف اللي خسر مستشفيات خاصه كلها نفس التحدي ايوه كمل مرات اشك فيني سرطان اوه اجيني الم كذا واروح المستشفى اسوي تحليل وكذا ما تكسنع يقول ما فيك شيء قلت لا هذا الدكتور كذاب ما عنده شيء مستشفى ثاني والله اني كني اشوف شخص قدامي اقول مستحيل وش اسوي يوم اقول لك اروح المستشفيات قلت مستحيل الرجال ما هم طالعين المرض والمرض ذا بيذبحني مهم علمينك ما هم لا تخوفون وبعض الاحيان اقول له دكتور يمكن يسلم نفسه يقول لا اخاف علمه ما به يصرفني واحيانا يا ولد اقول خلاص الرجال ما طاحوا في المرض والمرضين قلت يمكن الاجهزه حتى الادريك انك اشكك في الاجهزه قلت ان الجهاز يمكنه يكذب ولا الجهاز ما در ما صاد المرض الحين وافكر متى يذبحني ذا المرض اقول في قالوا في سرطان في اعوذ بالله شيء رجيل مريت فيه رب الكعبه كانك تتكلم عن شخص قدامي وانا والله العظيم نفس الطيقه رب تعب 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 يا رجيل شيء الحمد لله هذه كل هذه من الام البطن كلها من القولون القولون هو يقولون جرثومه شوف ما بالقولون بس البطن الباطنيه مرتبطه في التفكير في العقل وفي وخلاص صرت انت على النفسيه والله العظيم اني اكتشفت نفسيا حتى انت يا مخلد مثلا قلت ايدي اليوم توجعني نفسي تكح والله فيها الم منها كل شوي تكون فيها الم خلاص عقلك الباطن نفسيا في الم تحس بالم فعلا ويوم تكون فيها الم منها انا بعض الاحيان اشك مره شكيت في هواء في ريتي قسم بالله شكيت عادي تصير فيه شكيت عادي قلت اوه بس ولا كذا وطلع فعلا ما تحب عقلي صار يرسم المرض اللي كنت افكر فيه صار يرسمه في جسمي هذا عقلك الباطن يا رشيد خلاص قسم بالله لو قلت كذا قلت ايوه شفت نفسها ويطلع اشياء ويطلع تفكر حتى يطلع اصوات وحتى داخليا تطلع صوت خلاص يتاقلم عقلك في الحاجه الفلانية والله كلام كبير ورب البيت والله العظيم فهذه اللي مريت واذا حد جاب طاري الموت والسرطان عندك ما تبغى السواليف ذي صح؟ ما لا خلاص صرت يعني اي شيء يشككني انا صارت مع قريب لي كان مرشيد قريب لي بالحل جدا
المهم صار يوسوس حتى وصل مرحلة إيش إنه ما عاد يسلم على الشخص كذا من وجهه وجهه يقول خايف إنه يتنسى فيه ينقل المرض بالضبط وقام يتحسس ما عاد يمسك الحاجات ما عاد يمسك الأشياء صار كل مستشفى خاص في الطائف وجدة والرياض مرين يجي عند المستشفى يعطونه تحاليل ياخذ ياخذ 3 أيام 4 أيام مقتنع يقول لا والله العظيم يا ريجي انه وصلت مرحله انه يقول حللوني وارسلوا تحليلي برا المملكه شو الله يدفع لي وراي يدفع اللي يدفع اللي يدفع في كل اللي يدفع في علاجات الخاصه اكثر من 70,000 ريال وفوق هذا كله ما في شيء بس اللي فيه ايش جرثومة معد طيب هل تتوقعون هذه لها علاقه بقوه الايمان قوه الايمان لكن ابن ادم ضعيف اكيد ابن ادم ضعيف والله انه ضعيف جدا ضعيف جدا ما ضعيف انا ابو طاحوس كنت انا الان وانت تتكلم اقسم بجلال الله ان الشخص اللي يتكلم اللي الشيء اللي قاعد يتكلم فيه اني قاعد ارسم الشخص اللي في بالي والله ودينا مستشفيات نفس الطريقه يسوي تحليل يقول لا انا ما اقتنعت بالتحليل يمكن تحليلهم ذي مضروب يروح مستشفيات من ورانا ما ندري عنه في مخيلات والله الذي لا واجي انا انظر عليه اقول له يا اخي الايمان بالله انت تؤمن بالله كانك تراه ويا اخي هذا قدر وهذا انت لي ما تسلم وسام الجامع نعطيه تغريدات وسام الجامع نعطيه كل شيء فسبحان الله الين ما وصلت حاله اللهم لك الحمد يعني صار ايش يتحسن اقتنع صار يدفع اشياء يعني مبالغ على مستشفيات وزي كذا فسبحان الله طلع نفس التشخيص اللي لو جاء الف في عينه قال في الف وانتم لاحظ وانتم بيض الله وجهك يا ابو طاحوس وانتم ملاحظين ايش ان حتى الاشخاص هذول كلهم يتخيلون مرض السرطان كلهم مربوط في لا في الدعوه هي وش اللي بيوصل له انا رجال شفيت من ذاوي شفيت الحمد لله تغلمت شوف الشيء اللي انت تستانس عليه شيء يغير من تفكيرك ايوه شيء يطلعك من المود صح شيء تستانس فيه انا رجال استانس مثلا اجلس مع جبر خلاص اجلس مع جبر لا حسيت مفكر دقيت على جبر يلا يا جبر تعال سولف مع اروح اطلع مع جبر اروح والشيء الثاني هي دعوه نفسيا يعني مثل تقول يا رشيد يعني مثلا اذا تبغى تغلب على الامر هذا حاول انك تمشي مع المود اللي يعجبك غير جوك يعني مثلا انا جبر الشيء اللي تستانس فيه لك ايش اللي برا خلاص اطلع لك يعني الشغله نفسيه ابو طاحوس شغله نفسيا 80 ما بقول لك 90% نفسيا ارحب يا اخي شوف ترى العامل النفسي سلام 90% نفسيا هو يعني الشخص هو اللي يغير من حاله من شخص كويس الله شباب الى شخص تعبان هذا العقل الباطن اذا حس ولا قال انا تعبان يصير تعبان اي خذها مني اللي جاني تشخيص خاصه القانون 90% نفسي اي نفسي قوه الايمان امشي عليه اذا الشخص قوي ايمان هذا اي شيء نظارتي معي نولج بس يلا شباب نقدم نولج تعال